مو ضايع مو ضايع. سيدك برد يدك. يا هلا يا هلا يا هلا. السلام عليكم. الله 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 الله. جنتي توز بوم فين بوم فين ذو البراحة. السلام عليكم. سلام الله. وش تزين؟ أهلا وسهلا. وش هاللبس؟ والله الله يسلمكم. كل يوم جاينا لبس وجايب لنا شغل زين. أول شيء الحمد لله على السلامة. الله يسلمك يسلمك. وصيفت اليوم. آسفين والله أعذروني. كانك جاي منها أول شيء. أنا توي جاي من البرتغال. برتغال. من وين؟ البرتغال. جاي من البرتغال؟ نعم. من البرتغال. من أي سحارة؟ جاي. من أي وشو؟ من أي سحارة؟ نعم. أوكي. رحب لنا بالبرتغال وعطنا معلومات عن الديرة اللي أنت جاي منها. البرتغال فعلا دولة جميلة جدا. نعم. وعندهم ميزات جميلة جميلة جدا وبتكلم عنها مثل اليوم. مثل أنا أول شيء نرحب نقول أوي جنتي تو ذو بوم مينوم واما جال كفاري ابن فيندوش البراحة. حياكم الله يا جماعة. البرتغال توي جاي منه توي نازل من الطيارة متأخر شوي تعرفون كورونا ما كورونا. جيت وعندهم أشياء عجيبة جدا في بلدهم. مشهورين جدا أول شيء في الكورة. طيب. عندهم الكورة اهتمام شديد وأنا أجي يلعبون الكورة بأي شيء بأي شيء. يعني تلقى شباب ترى بحديقة ولا شيء ما عنده كورة يأخذون هذه قرة ماء يحطون بطين ولا شيء يخلونه كورة. جميل مرة مهتمين بالكورة شكل عجيب جدا ما شاء الله. أكثر يبدو اللاعبين المشهورين هم من البرتغال ولا لا؟ نعم من البرتغال. وبعض الأندية كذلك من البرتغال. نعم ممتاز. نعم فعلا فعلا. عملتهم وش هي؟ عملتهم هم اليورو. طبعا جميل. اليورو هم لهم 20 سنة كانوا عندهم عملة قبل اسكودادو. شو اسمها؟ اسكودادو. جميل. اسكودادو عاصمتهم؟ عاصمتهم هي لشبونة. لشبونة. نعم نعم. الوعد وين في لشبونة؟ اللبس هذا الـ هذا من انواع لبسهم الترديشنال هذه الشعبيه. حلو. هذا من لبسهم دائما يكون عندهم مثل ربطه حمراء هنا ويكون جاكيت وتيشيرت هذا وقبعه. الربطه اللي في هذه هذه بعضهم يلبسونه بعضهم يلبسونه كذا شكل تنويع. أوه. مثل بعض عقال بعض بدون عقال. أوكي. بعض بربطه بعض بدون. أوكي. ما شاء الله تبارك الله. نعم. يعني فعلا هذا طيب الحين بسالك انا البرتغال ليش سموها برتغال؟ البرتغال طبعا صدق على هالسالفه في قصه عجيبه جدا. هات قصه سبحان الله يمكن يفاجئكم. قول قول. البرتغال نفسه الاكله خلوا الدوله على جنب الحين الاكل نفس البرتغال. طيب الفاكهه عفوا مو فاكهه الفاكهه. تعرفون وش 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 اسمه وش وش سالفتها تدرون؟ نعرف انها برتغاله. برتغاله تاكل حالي زينه. طيب السالفه انه منور عند العرب ايام الاندلس ايام قديمه كان اسمها نارنج. عجيب. كان البرتقال نارنج هذا اسمه وهذا المعروف عند الناس. طيب كان في بلد ايه؟ على نفس الايام في بلد اسمها الغال كانت حول الاندلس. الغال. الغال جميل. بلد الغال ايه؟ كانوا عندهم شجره برتقال اللي حنا نعرفها الحاليه الزينه. تمام. شجر كثيره وكانوا يشحنون هذا البرتقال بميناء كان يرسلون بالميناء حقهم يرسلون بسفن لكل الدول اللي حولهم باوروبا بهذيك الفتره. تمام. جميل. وكانت عرفت الناس عرفوا هذه الدولة ببرتقالهم وعرفوه من الميناء حقهم سموها ميناء الغال أو بهذاك الوقت كانوا يسمون الميناء البورت. بورت. جميل. سموها برتغال أو برتغال زي ما نقول بالعربي. آه. هذه يعني انتشرت البرتقال أو النارنج حق الغال انتشرت على الدول ولمين وصلت طبت بالأندلس. جميل. وصلت الأندلس والناس جاهز لهم البرتقال وش هالجديد وش الناس يبون برتقال. أي. الناس بعد مشكلة الله لما لما أبغى برتقال من يبي. نعم. فيتامين سي ولذيذ وحالي وزين ويصنع عصير مرة. نعم. ما شاء الله تبارك. والناس شعب الأندلس جاهز لهم مرة وبدي يسمون هذا الفاكهة البرتقال لأنه على دولة على المكان اللي سموها سموها البرتغال. وعقب الوقت أصلها نارنج اسمها نارنج كانوا يسمونه من أول بس انقطعت الكلمة الحين. طبعا بعض الدول يستخدموها بس لكلمة ترنج لو تعرفون فاكهة ترنج يسمونها النارنج. جميل. بس عد ترني ترني الحوطة يسمونها ترني ولا عندهم بورت عشان يصير بورت ترني. ما عندهم بورت. ما عندهم والله معلومة جديدة والله. ايه. وعموما كيف انتشر طيب كلمة برتغال كانوا الشعب نفسهم الأندلس سموا الفاكهة برتغال على الدولة وانتشرت على الدول العربية الباقي وانتشرت لمن صارت لي الاسم برتقال. والله جميل. ممتاز. ما شاء الله تبارك الله. وتصدقون سم.
توي وانا جاي قبل انا وراي تاخرت يعني صح انه كان في تاخر في الطيار وفي السفرات وكل السالفه تاشيره وتحضيرات جايب من برتقال معك جايب معك برتقال وجايب سكنت المشكله جعت في الطريق اكلته وانا جاي جا رحت ومريت الله يعافيك رحت ومريت محل محل معروف بزيادتهم لا والله هو فهد يبيع عود اسمهم حنين العود وداخل هذه الشنطه الان بسم الله عندنا كيس يا سلام عرين العود ما شاء الله تبارك الله وجايبين لي انا شيء جديد جميل قالوا يا محمد القفاري نبي انك تجي عند اهل البراح عندكم ونقول لكم وش هالمنتج الجديد تبي تشوفه جميل تبي تصوره بعد تمر عود لا لا الله يهديك هذا نوع عود اسمها المبسوس 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 وش يصيرون للمبسوس؟ عيال عم عيال عم المبسوس هذا شيء سحري ريحته اذا حطت أسطورية بس وش سالفته وش السر خنين ده مرة أقول لكم وش السر فيها وخر لولا لا إيه شل شلها لا لولا شل شل لا مع بعض يلا يلا شلناها الحين إيه شلناها ولا حركة شوي المبسوس المبسوس وش السر وراها وش المبسوس وش المبسوس أخذوا بخور عادي جميل بس حطوه عالية بسوه يلا على خلطة خاصة لعرين العود خلطه ما حد يعرفها سريه وعطتها ريحه وعطتها جوده مكة. اسطوريه وترى عندهم انواع كثيره من المبسوس بدرجات مختلفه والله انا اشوفها الحين ما شاء الله تبارك الله ابو ابراهيم تعال بس لا يفوتك تعال تعال تطيب وشم هالشغل الزين من عرين العود ما شاء الله اي ما شاء الله ايش رايك طيب شماغك اي ما شاء الله شغل ما شاء الله مبسوس طيب وش رايك فيه؟ طيب الله شرايك. زين ما شاء الله يقولون هذا ايه؟ طيب عندهم هم ايه؟ موقع الكتروني نعم نعم ممكن اللي يبيه يلقاه اكيد تلقى هالمبسوس ومنتجات كثيره للعود والزعفران والاشكال الحلوه على موقع عرين العود تبخر تكفى لحد يسقعك العين ترى تبخر قبعتك اي والله مهمه مهمه اي والله خليك تبخر شوي اي والله جميل تقدر تلقونه على موقع عرين العود دوت كوم وعندهم كود خصم مجد MAJD وعروض أسطورية على المبسوس وعلى منتجاتهم الكثيرة على موقع عرين العود بسم الله.